بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة الروح القدس معكم جميعا. أيها الإخوة والأخوات، في بداية الصوم الأربعين الكبير وهو من الأزمنة الكبرى، أحييكم جميعا، أحيي كاهن الرعية الأب أشرف، الراهبات، جميع المؤمنين المشاركين في هذه الصلاة. بدل رتبة التوبة تكتفي الكنيسة اليوم بذر الرماد على الجباه بعد العظة، بعد الإنجيل والعظة. لذلك في بداية هذا القداس لا نقوم بفعل التوبة، بل نواصل من خلال صلاة الجماعة. لنصلي. هب لنا أيها الرب أن نستهل اليوم بصوم مقدس ضرب جهادنا الروحي، فنتسلح بالقناعة ونقاوم تجارب الأرواح الشريرة بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي المالك، معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد، آمين. القراءة الأولى، قراءة من سفر يوئيل النبي. الآن يقول الرب: توبوا إلي بكل قلوبكم وبالصوم والبكاء والانتحاب، ومزقوا قلوبكم لا ثيابكم، وتوبوا إلي إلى الرب فإنه رؤوف رحيم طويل الأنا وكثير الرحمة ونادم على الشر، لعله يرجع ويندم ويبقي وراءه بركة وتقدمة وسكيبا للرب إلهكم. انفخوا في البوق في أورشليم وقدسوا الصوم ونادوا باحتفال، اجمعوا الشعب وقدسوا الجماعة واحشدوا الشيوخ واجمعوا الأطفال وراضعي الأثداء، وليخرج العروس من مخدعه والعروسة من حجلتها، بين الرواق والمذبح يبكي الكهنة خدام الرب ويقولون: أشفق يا رب على شعبك ولا تجعل ميراثك عارا حتى تتسلط عليهم الأمم. فلماذا يقال في الشعوب: أين إلههم؟ لقد غار الرب على أرضه ورقى لشعبه. كلام الرب. أنا قلت يا رب ارحمني ارحمني يا الله على قدر رحمتك وعلى قدر رأفتك، امحو مآثمي، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيئتي، طهرني. أنا قلت يا رب
أنا عارف بأثامي وخطاياي أمامي في كل حين، لك وحدك خطأت والشر قدامك صنعت. قلباً نقياً أخلق فيا يا الله، وروحاً مستقيماً جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزح مني. اردد لي بهجة خلاصك وبروح كريم أعضدني، يا رب افتح شفتي لأخبر فمي بتسبيحتك. القراءة الثانية قراءة من رسالة بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس. أيها الإخوة، باسم المسيح نحن سفراء، والله هو الذي يدعوكم بلساننا، فنسألكم باسم المسيح أن تصالحوا الله، ذاك الذي لم يعرف الخطيئة جعله الله خطيئة من أجلنا كيما نصير به بر الله. ولما كنا نعمل مع الله فإننا نناشدكم ألا تنالوا نعمة الله لغير فائدة، فإنه يقول في وقت القبول استجبتك وفي يوم الخلاص أغثتك، فها هو ذا الآن وقت القبول حقا، وها هو ذا الآن يوم الخلاص. كلام الرب. لك المجد والحمد أيها المسيح الرب. فصل من بشارة القديس متى الإنجيل البشير. المجد لك يا رب المجد لك. في ذلك الزمان قال يسوع لتلاميذه: إياكم أن تعملوا بركم بمرأ من الناس لكي ينظروا إليكم، فلا يكون لكم أجر عند أبيكم الذي في السماوات. فإذا تصدقت فلا ينفخ أمامك في البوق، كما يفعل المراؤون في المجامع والشوارع ليعظم الناس شأنهم. الحق الحق أقول لكم، إنهم أخذوا أجرهم. أما أنت فإذا تصدقت فلا تعلم شمالك ما تفعل يمينك، لتكون صدقتك في الخفية وأبوك الذي يرى في الخفية يجازيك. وإذا صليتم فلا تكونوا كالمرائين، فإنهم يحبون الصلاة قائمين في المجامع وملتقى الشوارع ليراهم الناس. الحق الحق أقول لكم،
إنهم أخذوا أجرهم، أما أنت فإذا صليت فادخل حجرتك واغلق عليك بابها وصلي إلى أبيك الذي في الخفية، وأبوك الذي يرى في الخفية يجازيك. وإذا صمتم فلا تعبسوا كالمرائين، فإنهم يكلحون وجوههم ليظهر للناس أنهم صائمون. الحق الحق أقول لكم، إنهم أخذوا أجرهم، أما أنت فإذا صمت فاطهر رأسك واغسل وجهك لكي لا يظهر للناس أنك صائم، بل لأبيك الذي في الخفية وأبوك الذي يرى في الخفية يجازيك. كلام الرب. التسبيح لك أيها المسيح. أيها الإخوة والأخوات والأبناء الأحباء، على مثال يسوع الذي صام 40 يوماً و40 ليلة، نحن أيضاً نمر بالصوم الأربعيني الكبير. وكما أن يسوع قاوم تجارب إبليس وانتصر عليها، كذلك نحن خلال هذه الفترة نريد بنعمة الرب أن ننتصر على الشر الذي فينا وحولنا. فزمن الصوم الكبير هو زمن جهاد روحي ضد قوى الشر التي في داخلنا أولاً، والتي أيضاً من حولنا. وكما تسلح يسوع خلال جهاده الروحي ضد إبليس، كما تسلح بسلاح الصلاة والكتاب المقدس والصوم، كذلك نحن في هذه الفترة نتسلح بالصلاة والصدقة والصوم كما يوصينا إنجيل هذا المساء. ولنتكلم عن هذه الأسلحة الثلاثة، أسلحة قوية لا يستطيع إبليس أن يقاومها. السلاح الأول هو الصوم، الانقطاع عن بعض أنواع الأطعمة، وأيضاً الانقطاع عن وجبتين، خصوصاً يوم 4 الرماد والجمعة العظيمة. صيامنا خفيف، أو على الأقل يوجد حد أدنى خفيف مطلوب من الجميع أن يحافظ عليه، وأكثر من ذلك يستطيع كل مؤمن أن يختار الصيام والأسلوب الذي يريده. الحد الأدنى هو وجبة واحدة يوم الجمعة العظيمة و4 الرماد اليوم، وشيء خفيف صباحاً ومساءً، والانقطاع عن اللحم يوم الجمعة. وأعلم أن معظمكم أيضاً ينقطع عن الزفر وأحياناً عن الحليب ومشتقاته يومي الأربعاء والجمعة، والبعض أيضاً يصوم 40 يوماً كاملة عن اللحوم والزفر والألبان لمن يستطيع ذلك. الكنيسة لا تفرض حملاً ثقيلاً عليكم، تطلب الحد الأدنى، لكن تقول بأن الصوم لا ينحسر في الطعام. القضية الصيام مش قضية أكل وشرب، هنالك أيضاً الصوم عن الخطيئة، صوم الحواس، صوم اللسان. كم وكم من خطايا نرتكبها بلساننا، كم من دمار يحصل بسبب خطايا اللسان. الكنيسة تطلب منا أن نصوم العين والأذن وكل حواسنا عن الخطيئة.
هنالك أيضاً الصوم عن الأشياء التي نحبها والتي تضرنا، الصوم عن الدخان، معذرة من الذين يدخنون، لكن نتكلم الحقيقة، الدخان مش بس الصوم عنه حلال، واجب، لأنه مضر بالصحة، مضر بالصحة. وأنا بعرف إنه أصعب نصوم عن اللحم من عن الدخان مما إنه نصوم عن الطعام، لكن هذه فترة مناسبة إنه نصوم أيضاً عن الأشياء التي تضر بصحتنا، خصوصاً المرضى اللي عنده سكري ما يأكل حلو، هنا صوم إلزامي طبي. وفي بعض مرات في ناس عندهم سكري وبأكلوا حلو بضروا حالهم، لا، يعني الصوم صحي يفيد، الصوم يفيد. من فوائد الصوم بقوي الإرادة، يسلحنا الإنسان اللي بيصوم إرادته بتصير أقوى في مواجهة تجارب إبليس. الصوم أيضاً يعلمنا الاعتدال في الحياة، الاعتدال هو ثمرة أيضاً الصوم. الصوم أيضاً يكبح كبرياءنا، يكبح أهواءنا ويقمعها، لذلك فوائد الصوم هي عالية على المستوى الصحي وأيضاً على المستوى المعنوي والروحي. السلاح الثاني الذي نتسلح به في جهادنا الروحي هو الصلاة. عندما نصلي نحن نكبر، نحن ننمو، نحن نتقوى بقوة الله. الصلاة ليست في الكثرة، ليست في التكرار كما كان يفعل الفريسيون، الصلاة هي في عمق الحب الذي نضعه في كلماتنا عندما نخاطب الله كأب سماوي محب حان علينا. عندما سأل التلاميذ يسوع علمنا أن نصلي كما علم يوحنا تلاميذه، قال لهم إن صليتم فقولوا أبانا الذي في السماوات. الطبيب المشهور أليكسيس كاريل الذي حاز على جائزة نوبل للطب سنة 1921، طبيب مشهور كتب عدة كتب طبية، ولكن كتب كتابين روحيين، أحدهما الصلاة، عبارة عن 24 صفحة يتكلم فيها عن خبرته عن الصلاة. يقول ضمن الأشياء الكثيرة والجميلة التي يقولها، للصلاة مفاعيل عظيمة على الإنسان، الصلاة أكبر مهدئ للإنسان، الصلاة عنصر شفاء للإنسان، فكما أن هنالك أمراض نفس جسدية، يعني أمراض تسببها أوضاعنا النفسية، فكذلك هنالك شفاءات تسببها أوضاعنا الروحية والنفسية. فالصلاة يقول الدكتور أليكسيس هي من عوامل الشفاء الجسدي. ويقول في آخر الكتاب، مع الأسف قليل من المسيحيين يحسنون الصلاة. طبيب حائز على جائزة نوبل للطب يقول قليلون من المسيحيين يحسنون الصلاة كما يجب. نحن لا نحسن صلاة الشكر، لا نحسن صلاة الاستغفار، لا نحسن صلاة التقدمة، ربما نحسن صلاة الطلب عندما نحتاج شيئاً نصلي، لكن الطلب هو فقط عنصر من عناصر الصلاة ونوع من أنواع الصلاة، يفوقها قيمة صلاة الشكر وعرفان الجميل اليومي نحو الله على عطاياه الكثيرة التي يغمرنا بها، وكذلك صلاة الاستغفار وصلاة تقدمة الذات يومياً. أنصحكم أيها الإخوة في هذا الصوم الكبير أن تمارسوا ضرب الصليب يوم الجمعة، أن تسيروا في ضرب الألام مع المسيح وفقاً للمراحل 14 التي نتبعها في رياضة ضرب الصليب. ستخرجون من الكنيسة بعد رياضة ضرب الصليب
مع نعم غزيرة وبركات عظيمة، لأن من يشارك المسيح في ألامه يشارك المسيح في عزائه وفرحه ومجده. كما أشجعكم في زمن الصوم على قراءة الكتاب المقدس، ولو فصل كل يوم، ولو فقر كل يوم، وإن كان لابد فلنخفف من استعمالنا للتلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي، ولنجد وقتاً أطول لكي نقرأ الكتاب المقدس، كلمة الرب التي تقودنا والتي هي نور لحياتنا ومصباح لأقدامنا. أما السلاح الثالث فهو سلاح الصدقة. لا فائدة من الصوم دون أن نتصدق. آباء الكنيسة يقولون الصوم والصدقة هما الجناحان اللذان يحلق بهما الطائر عالياً وعالياً. الصوم يقابل الصدقة، والصدقة تقابل الصوم. والصدقة لا تقتصر على إعطاء شيء لفقير، ضروري أن نعطي الفقراء. الصدقة هي أي عمل خير نقوم به نحو الآخرين، كأس ماء بارد لإنسان عطشان، أن نعطي طعاماً لإنسان جائع، أن نزور سجيناً، الصدقة أن نزور مريضاً، أن نتسامح مع الذين أساءوا إلينا، وربما هذه أعظم الصدقات، أن نسامح، أن نغفر كما يغفر لنا الرب. إخوتي وأخواتي، زمن الصوم الأربعيني هو زمن جهاد روحي نقاوم به الشر الذي فينا والشر الذي حولنا. وكما انتصر يسوع على إبليس، كذلك نحن سننتصر على الشر وعلى التجارب التي تراودنا. إن عشنا الصوم وتسلحنا بالصلاة والصدقة فإننا سننال من الرب نعماً كثيرة، وسنصل الفصح ونحن في قمة الفرح وقمة المجد، لأن من يصوم مع المسيح ويتألم مع المسيح سيتمجد معه أيضاً. أتمنى للجميع فترة مباركة، صوماً مجيداً، وكل عام وأنتم بخير. الآن نبارك الرماد الذي سيرش على رؤوسنا دلالة على توبتنا. أيها الإخوة والأخوات الأحباء، لنبتهل إلى الله أبينا خاشعين كي يبارك بفيض نعمته هذا الرماد، وقد نوينا ذره على رؤوسنا دلالة على توبتنا. نصلي بصمت. أيها الإله الذي يسره التواضع وترضيه التوبة، أرهف أذنك إلى تضرعاتنا رحمة ورأفة، وأفض نعمة بركتك الغزيرة على عبادك وقد أتوا لذر هذا الرماد على رؤوسهم، لكي تطهر بالتوبة نفوسهم عبر مسيرة هذا الزمن الأربعيني المقدس، ويكون أهلاً للاحتفال بالسر الفصحي المجيد بالمسيح ربنا. آمين. ترتيل الصفحة 307 307 توبوا إلى الرب إن المنى
ترتيل الصفحة 314 Ooh.
مبارك أنت أيها الرب إله الكون، يا من جدت علينا بهذا الخبز الذي نقدمه لك من ثمر الأرض وصنع يد الإنسان ليغدو لنا خبز الحياة. مبارك أنت أيها الرب إله الكون، يا من جدت علينا بهذه الخمر التي نقدمها لك من ثمر الكرمة وصنع يد الإنسان لتغدو لنا كأس الخلاص. تبارك الله. صلوا أيها الإخوة والأخوات إلى الله الآب القدير كي يقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. هذه هي الذبيحة التي نقدمها لك يا رب في بدء هذا الزمن الأربعيني المقدس، فقدرنا على أن نكبح شهواتنا بأعمال التوبة والمحبة، وأن نبرأ من خطايانا، فنكون أهلاً لأن نقيم ذكرى آلام ابنك الحبيب الحي المالك إلى دهر الدهور. الرب معكم لنرفع قلوبنا إلى العلا، لنشكر الرب إلهنا. إنه لحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الآب القدوس الإله القدير الأزلي، يا من يرضى عن صومنا تقدمة لمجده الإلهي العظيم، فإن الصوم الذي يكبح كبرياءنا نحن الخاطئين يعلمنا أن نكون رحماء كما أنك أنت رحيم، وأن نكسر خبزنا للجائعين. لذلك مع جوقات الملائكة بصوت واحد نعظمك على الدوام قائلين: قدوس 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 أنت إنك لقدوس أيها الآب ينبوع كل قداسة، فنسألك أن تفيض روحك على هذه القرابين ليقدسها فتتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا، فهو حينما أسلم نفسه للألام طوعا أخذ خبزا وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا منها فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان، كلما أكلنا هذا الخبز وشربنا هذه الكأس نخبر بموتك إلى أن تأتي يا رب. لذلك فيما نحيي ذكر موت ابنك وقيامته نقدم لك أيها الآب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين
نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه، كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم اذكر كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها، بلغها كمال المحبة مع حبرنا الأعظم البابا فرانسيس، رئيس أساقفتنا بيير باتيستا، أسقفنا ويليام، جمع الأساقفة وسائر الإكليروس. أذكر يا رب إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع المتوفين إلى رحمتك، لنذكر موتانا بلحظة صمت. جعلهم جميعا ينعمون بنور وجهك البهي، وإياك نسأل أن تسبغ مراحمك علينا أجمعين، وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع أمنا البتول مريم العذراء القديسة والدة الإله، مع الرسل الأطهار جميع القديسين الذين أرضوك جيلا بعد جيل، فنسبحك ونمجدك إلى الأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. إننا امتثالاً لوصية المخلص واستناداً إلى تعليمه الإلهي نجسر ونقول: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، جميع الشرور، تعطف وامنح السلام في أيامنا، اعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة، لنامنا كل اضطراب، نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح، لأن لك البر والقدرة والمجد أبدا الدهور. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك: السلام أستودعكم، سلامي أمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وأوليها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك، أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. ليكن سلام الرب معكم دائما. تبادلوا سلام المسيح. السلام لك أبونا. أمطر علينا السلام.
يرحمه الله هو ذا الحامل خطايا العالم. طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي. عيد التناول الذي في شريعة الرب يتفكر ليله ونهاره يؤتي ثمره في أوانه. ترتيل صفحة 320 320 I'm
لنصلي. اللهم لتكن الأسرار التي قبلناها لنا طوال هذه الأيام المقدسة عوناً دائماً، فيكون صومنا مرضياً عندك وعلاجاً شافياً لنفوسنا بالمسيح ربنا، آمين. احنوا رؤوسكم لله، البركة. يا إلهنا القادر على كل شيء، إليك نتضرع بحق البركة السماوية التي نلناها الآن، فأنعم علينا بالعفو عن سيئاتنا والشجاعة للمضي في درب الخلاص بالمسيح ربنا. الرب معكم. بارككم الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس. اذهبوا بسلام وفرح المسيح. الشكر لله. كل عام وانتم بخير جميعاً.